طبعا بسبب النجاح الكبير اللي شهدته روتانا كإنتاج مسلسلات وأعمال ناجحة من إنتاج روتانا ستوديوز، استقبلت روتانا اليوم وفد من هيئة الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الصينية في مقر سي إن جي الرئيسي في دبي، طبعا بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا الدكتور وليد عرب هاشم. وأعرب الوفد الصيني عن حماسه الكبير لهذا اللقاء، واللي يعتبر خطوة مهمة لإقامة شراكات جديدة بين المؤسستين الإعلاميتين والتعاون فيما بينها لتعزيز المحتوى الإعلامي. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. والله حقيقة اليوم نحن توسع روتانا كان من ضمنه أكيد التوسع في دول أخرى، فاليوم نحن متواجدين في الميدل إيست. اليوم الصين أكيد دولة مهمة جدا بالنسبة للتعاون، عندهم تطور إعلامي، عندهم تكنولوجيا، بحكم روتانا اليوم عندها توسع في الإعلام والإعلان، الإعلام بخصوص البرامج وتوزيع الأفلام وما تمتلكه من مكتبة، ومع التغير اللي حاصل في موضوع الدبلجة والسبتايتلينج هذه كلها بتساعد إنه نحن نتبادل المحتوى، بالإضافة أنه موضوع التكنولوجيا سواء التغير اللي حاصل في التلفزيونات تحولوا إلى ديجيتال، فهذا بالتالي بناخذ الخبرات الموجودة عندهم وأكيد بنتبادل معهم هذا الشيء، وهذا الحمد لله كان الهدف. كان اليوم الوفد الصيني الموجود متعاون ومنفتح وطلبوا مننا الحضور للصين، حضور مؤتمرات لتغطية التعاون هذا بشكل أو بآخر. هنبدأ بمحتوى عربي نحاول نحطه في القنوات التلفزيونية الصينية والمنصات، وفي نفس الوقت هناخد محتوى صيني أكيد برودكشن يتناسب مع المنطقة بحيث أنه نحن نعرض للجمهور العربي، وطبعا في نفس الوقت حيكون في تعاون في المنصات. طبعا اليوم الانترنت بيتيح العلاقة أنه تكون موجودة في أي مكان بإذن الله. طبعا أنت عارف اليوم الإعلام والتلفزيون والبرامج والمسلسلات بتوصل من يعني بتعبر الحدود بكل سهولة، وهذا يمكن أكيد نحن اليوم بنوصل بالمحتوى العربي وعاداتنا وتقاليدنا، وأكيد هم نفس الشيء هذا هو هدفهم، وهذا من ضمن فعل المواضيع اللي نحن هنبدأ فيها، يمكن هذا أسرع وأسهل موضوع الآن. الشكر الجزيل للزملاء على هذا التقرير، ويعني أنا لما شفت التقرير فعلا من الذكاء أنه إحنا أيضا نستغل الإعلام في هذا المجال، لأنه يعني سياسيا في بداية رؤيتنا من ضمنها كان توطيد العلاقات بين السعودية والصين اقتصاديا صناعيا تعليميا، وإحنا يمكن قاعدين نشوف أيضا اللغة الصينية وأهميتها وأنها قاعدة تدخل في مناهجنا اليوم، فليش أنه إحنا ما نعزز هذه العلاقة أيضا عن طريق الإعلام. فبالعكس خطوة تحسب لروتانا، وبرافو عليهم دائما متقدمين صح. على غيرهم في كثير من الأشياء المهمة على هذا الصعيد وجميع الأصعدة.